طيب قبل ما نبدأ أي حاجة جديدة النهاردة، بس هسأل حد عنده أي أسئلة المرة اللي فاتت؟ ها؟ أي حد عنده أي سؤال؟ تعالوا نكمل كده بسرعة إيه اللي إحنا خدناه المرة اللي فاتت. يعني إلى حد ما في حاجات هتبان في العملي، وفي حاجات كونسبتس لازم تكون فاهمها، عشان كده بسأل بس. طيب تعال نتكلم النهاردة على، احنا خدنا قبل كده اتكلمنا وقعدنا نتكلم على الكلاسز اللي موجودة، كلاسز قاعدين نقول كلاسز واوبجكتس، كلاسز واوبجكتس. طب تعال نتكلم كده على الكلاسز، احنا قلنا المرة اللي فاتت هنتكلم على الكلاسز بشكل مفصل يعني. طيب ايه بقى الكلاسز اللي موجودة عندك، وايه الحكاية بتاعتها، وايه انواعها؟ بص مبدئيا كده قبل اي حاجة هقول لك ايه الانواع بتاعتها، وبعد كده هقول لك ايه هي بالظبط. في عندك ثلاث انواع من الكلاسز، خلاص. في عندك حاجه اسمها ثانيه واحده لان القلم، في عندك حاجه اسمها اوكسيلري كلاس، او خليها كده عشان نختصر الوقت بقى اوكس اي او اكس كلاس، خلاص. طيب وفي عندك ستراكشرد كلاس او ستراكشرال كلاس، خلاص كده. وفي عندك النوع الثالث يا سيدي كان الابستراكت كلاس. خلاص كده يبقى احنا في عندنا ثلاث انواع رئيسيين موجودين. النوع الاول الاوكسيلري كلاس، النوع الثاني ستراكشرال كلاس، النوع الثالث ابستراكت كلاس. طيب تعال ناخدهم كده من اسمهم اسم اسم، وتعال نفسرهم بقى. طيب هو مبدئيا كلمه كلاس يعني ايه، كلمه كلاس دي يعني ايه؟ بكل بساطه انت بتعمل رولز عشان تطبقها على اوبجكتس معينه. رول زي ايه؟ زي مثلا انت هتعمل كلاس جديدة هتسميها انسان، وهتقول لك ان اي حد ممبر في الكلاس دي لازم يكون عنده وليكن مثلا قلب ومخ، وعنده ايه تاني، وعنده رئة وعنده معدة، ده الانسان. طيب الانسان ده دول لازم يكونوا عنده، ممكن يكون عنده ايدين، ممكن يكون عنده رجلين، ممكن يكون عنده شعر، ممكن تحدد له لون العين كمان يبقى محدد، خلاص. فالكلاس هي عبارة عن، اقول لك ايه، طريقة تخزن بيها بيانات عن الاوبجكت اللي موجود عندك او على الانتري بقى، خلاص. يعني احنا لو عممنا الموضوع بلاش نقول كلمة اوبجكت دي، وخلينا نسميها انتري، مش كده؟ يبقى الرولز اللي هطبقها على الانتري دي ايه، الداتا اللي ممكن اخزنها على الانتري دي، اللي انا ممكن اخزنه عنها، المعلومات اللي ممكن اخزنها عن الانتري دي، هي عباره عن او بسميها من الاخر كلاس. طيب القيم الفاليد بتاعتها كمان بعرفها في الكلاس، يعني لو قلت لك بني ادم وقلت لك ان ممكن يكون له تليفون، فانا ممكن احدد له ان السنتاكس بتاع التليفون يكون بالصيغه الفلانيه 0 12 بعد كده رقمين بيحدد لك المحافظه، ولا مثلا زي يعني في مصر بتبدا ب 0 50 او مصر بتبدا ب 0 2، ده الانتري بتاع الدوله، بعد كده الانتري بتاع المحافظه يبقى رقم التليفون بتاع البيت بتاعك او رقم التليفون بتاعك 0 2، بعد كده 0 50 او 0 0 2 بعده، او 0 40 او 0 48 على حسب المحافظه اللي انت موجود فيها. بعد المحافظه اللي انت موجود فيها بتلاقي فيه ايه، رقم كودي لكل مدينه، رقم واحد بس. بعد كده بتلاقي ايه، بقيت رقم التليفون بتاعك ده رقم التليفون فعلا. فانا ممكن احدد كمان الرولز اللي هطبقها، او ايه القيم الفاليد اللي هطبقها على معلومه معينه هتتخزن في الكلاس دي، مش كده؟ طيب بمناسبه هي مش الكاركترستكس بتاع الانتري تساوي الكلاس، لا، دي البيانات اللي ممكن اخزنها عن الاوبجكتس اللي موجوده عندي او الانتري اللي موجوده عندي اسمها كلاس، خلاص كده. ولا حتى الكونسترينت، لسبب ان الكلاس ممكن يكون فيها معلومة بتقول لك ممكن يكون عنده،
فساعتها مبقاش كونسترين. كونسترين ليه ساعتها؟ كونسترين لو بتقول لك لازم يكون عنده خلاص، يبقى الكونسترين بيفرض عليك. انما انا ممكن اعمل لك اتريبيوت جوه كلاس بيقول ممكن الراجل يكون له شعر. طب لو ملوش شعر يبقى ما بقاش كونسترين بالنسبه لي، يبقى ده ما بقاش كونسترين. انما ممكن اقول لك لازم يكون له مخ. في انسان عايش من غير مخ؟ ما ينفعش. يبقى في حاجات بتفرضها لازم تكون موجوده، وفي حاجات بتقول له احتمال تكون موجوده. والله موجوده اهلا وسهلا، مش موجوده خلاص عديها. طيب يبقى ده كلمه مفهوم الكلاس بالنسبه لي، مش كده؟ يبقى الكلاس بحدد فصيله او بحدد نوع وبقول له، او بحدد خصائص معينه وعايز اطبقها على الاوبجكتس اللي ليهم نفس الخصائص المتشابهه. دي كلمه كلاس. طيب قسموها لتلات انواع موجوده عندي. خلاص كده انا قلت لك عندك تلات انواع، عندك الاوكسيلري كلاس، وعندك الاستراكشرال كلاس، وعندك الابستراكت كلاس. تعال ناخدهم كده من تحت لفوق. احنا قلنا النوع اللي موجود عندي الاولاني ده ايه. تعالى كده بس نمينيمايز دول، وتعالى يا سيدي نكبر الكلام ده عشان عندنا مساحه اكبر واحنا بنكتب. حلو جدا كده. حلو جدا. تعال نتكلم عندي كده بقى على اول واحده الابستراكت كلاس. ايه موضوع الابستراكت؟ حد فيكم عارف كلمه ابستراكت يعني ايه؟ يعني تعال كده انا هقول لك معناها، انا فهمك معناها من اسمها. ابستراكت يعني ايه؟ مختصر؟ لا تقريبا حضرتك فاشل انجليزي، مش مختصر. حد عارف كلمه ابستراكت يعني ايه؟ طيب حد فيكم سمع ايام اللهم صل على النبي، الراجل اللي ضيع ثقافه مصر اللي اسمه فاروق حسني، حد فيكم فاكر مصطلح كتير قوي كانوا ماسكينه لنا قرفنا في التلفزيون اسمه الفن التجريدي؟ حد فاكر؟ ايوه. ايه موضوع الفن التجريدي ده؟ بكل بساطه موضوع الفن التجريدي ده كان بيمثل لك حاجة معينة في صورة تمثال، يعني ملامحه مش ظاهرة قوي. بص هو يعني هو شكله كده مدي مثلا على كائن حيوان خلاص، فكان بيجرد لك الخصائص بتاع الكائن ده في تمثال شكله كذا، بس ما كانش بيحط تفاصيل بالظبط، كان بيديك المعلومة الكاملة، او مش بيديك المعلومة اسف، بيديك الشكل الكامل بس بدون تفاصيل محددة. ده الفن التجريدي خلاص. يعني انا مش هحط في الكلاس دي بكل بساطه، مش هحط في الكلاس دي اي معلومه خاصه، هحط الخصائص العامه فقط الملخص بالظبط. حلو جدا. طيب بص يا سيدي، انا قلت لك قبل كده المره اللي فاتت ان ال داب ده وهو بيخزن بياناته عامل ايه. ال داب ده احنا قلنا مترتب ازاي؟ مترتب زي الدي ان اس صح، او زي الروت فايل سيستم بتاعك. قلت لك شكل ال ال داب ده عامل زي الفايل سيستم او زي الدي ان اس، كان بيبدا بدوت او بسلاش لو فايل سيستم، وتحت منه ايه كوم وأورج ومش عارف ايه صح. حد فيكم فاكر الكلام ده؟ وكوم تحت منها شويه حاجات، وكل حاجه تحتها شويه حاجات تانية صح. جميل جميل. كان شكل تري، كان شكل تري صح. طب كلام جميل قوي. طب يا سيدي انت عندك في بدايه للشجره صح، عندك بدايه للشجره صح، اللي هي الدوت او السلاش. طب انا عندي، انا عايز اعرف بدايه ال داب. بدايه ال داب عايز اعرفها، يبقى تستخدم ايه حضرتك؟ ممكن اقول لك انا هعمل كلاس جديده هتبقى بدايه الدايركتوري بتاعتك. الكلاس دي لازم يكون نوعها في الحاله دي ابستراكت، لان هي كلاس ما بتعرفش اي حاجه، بس دي بدايه الشجره بتاعتك. يبقى الابستراكت كلاس هستخدمها اول حاله في ان انت هتعمل بدايه ال LDAP بتاعك، دي حاجه. طيب الحاجه الثانيه، تعال نمسح ده كده. الحاله الثانيه مع الابستراكت كلاس سيادتك ان انت اجيبها لك ازاي. حلو حلو المثال ده.
انت عملت كلاس، او انت عندك كلاس امثلها لك بايه، بايه سي دي. حلو، عملت كلاس اسمها انسان او هيومن، قلت لك له برين ولو قلب ولو رجلين، خلاص. وجيت قلت لك هعمل كلاس جديده، ماشي كده، وهسميها بيرد، دي الطائر. وبرضو الطائر ده على فكره الطيور لها مخ، ماشي، بالمناسبه هي ملهاش عقل بس ليها مخ. ها، قلت لك الطائر ده برضو لازم يكون عنده عقل، اسف، لازم يكون عنده مخ، ولازم يكون عنده قلب، ولازم يكون عنده رجلين، خلاص. حلو، طيب بص كده عندك، بص كده عندك ايه اللي حصل، بص كده. طيب جيت انت رحت عامل كلاس جديده خالص، سميتها انيمال، وعملت فيها نفس الحكايه، برين وليجز. بص كده على التلاتة بذمتك، ينفع التلاتة زي بعض ولا لأ؟ التلاتة زي بعض ولا لأ؟ التلاتة زي بعض، صح؟ طب انت جيت هنا ممكن تقول له ضيف على الإنسان في الشكل، بس انت ممكن تيجي تقول له ضيف على الإنسان ان لون الشعر، مثلا ممكن تضيف على البيرد احتمال يكون عنده وينجز، بس مفيش انسان له اجنحه، صح؟ ينفع انسان له اجنحه؟ ما ينفعش، صح؟ ممكن تيجي تقول له ضيف اتريبيوت، بس الاتريبيوت ده خاص بالحيوانات بس، ماشي كده؟ يعني وليكن مثلا له انياب مثلا، ماشي كده؟ طيب حلو جدا. دلوقتي السؤال، كم اتريبيوت بقى مشترك عندك في الكلاس دي وفي الكلاس دي وفي الكلاس دي؟ بص كده بيتقطع المثال ده، يوضح الدنيا قوي. عندك ثلاثة مشتركين في كل واحدة فيهم، صح؟ طيب ايه رأيك، اعملها بالشكل ده احسن، ولا اروح جاي كده تعم امسح بقى كل الكلام ده، تعم امسح كل ده كده خالص؟ اعملها بالشكل ده يا سيدي، ولا اروح اعمل ايه؟ اروح جاي هنا كده وهعمل كلاس هسميها وليكن هسميها كائن حي، وهقول لك الراجل ده الكائن الحي ده وليكن، او بلاش كائن حي، بلاش بلاش الاسم ده، لا خليها كائن حي، خليها عشان لو قلنا مثاليات مش الطور مش تنفع معانا، خليها كائن حي. واقول لك ده لازم يكون له برين، ولازم يكون له ايه كمان، ولازم يكون له هارت مثلا، ولازم يكون له ليجز. ايه رأيك؟ بعد كده رحت جاي قايل لك انا عندي، انا هعمل كلاس جديده هسميها انسان، وانسان ديا هحط لك فيها لون العين ولون الشعر، اسف، هير كلر. وقلت لك انسان دي بتورث مين؟ انسان دي بتورث الكائن الحي، حلو كده. ورحت فجاه قلت لك عملت لك طائر، وطائر دي قلت لك عنده جناحات، له جناح، ايه كمان؟ بيطير ولا لا؟ او الطائر ده احتمال يكون بيطير ولا لا، لان في طيور ما بتطيرش، خلاص، زي البط مثلا في البيوت ما بيطيرش، عمر حد فيكم شاف بط بيطير؟ ده اخره كده بينط 2 3 متر والموضوع انتهى وخلصت على كده، ماشي كده. طيب كنت تحط له اوبشنال هنا، تقول لك الطائر ده
هل بيطير ولا لا؟ يعني مشينا مع المثال ده، وده اوبشنال. بص عندك كده، انا وفرت ولا لا في الشغل بتاعي؟ بامان عليك الشكل ده احسن. وقلت لك برضو طائر بيورث مين؟ بيورث الكائن الحي ده. ايه رايك كده احسن ولا الشكل الاولاني احسن؟ اعتقد ان ده افضل، صح؟ خصوصا خصوصا لو هتعمل عندك 200 كلاس، صح؟ تخيل لو انت عندك كده قسمت الثدييات بقى نفسها من جوه ل 200 كلاس، وقسمت الطيور ل 200 كلاس، عندك 200 فصيلة من الطيور، وكل كلاس فيهم، كل الطيور في الاخر بتشترك في حاجة معينة، لكن في الاخر بيختلفوا في حاجات بسيطة، صح؟ طب ايه رأيك حط الحاجات البسيطة دي في كلاس لوحدها؟ طيب في الحالة دي، عارف الكلاس دي هي ايه بالحالة دي بالنسبة لك؟ هي برضو abstract class، هي abstract class. طيب هقول لك بقى على حاجة كمان، هقول لك على حاجة كمان. انت عارف الكلاس اللي عرفت التفاصيل دي اللي اسمها ايه؟ عارف الكلاس اللي عرفت التفاصيل دي؟ الكلاس اللي عرفت التفاصيل دي اما حاجة من اتنين، يا اما auxiliary class، يا اما ايه؟ النوع التالت كان عندنا ايه؟ سب اقول ولا ايه؟ لا الناس نامت، صح؟ structure class، صح؟ الراجل ده صاحي اهو. يا اما انت عندك الكلاسين اللي موجودين في الاخر دول، يا اما auxiliary يا اما structural. طيب سؤال بقى، سؤال بيطرح بلح زي بيقولوا ايه؟ ايه يبقى الاستراكشرال او الاوكسيلري بيعرفوا اتريبيوتس بتكون خاصه بالكلاس دي بس، حلو كده؟ يعني خلاص الموضوع اتعرف، يبقى الاوكسيلري او الاستراكشر بتعرف التفاصيل، التفاصيل اللي هي مميزه للكلاس دي او تفاصيل مميزه للاوبجكت ده. طيب كلام جميل قوي. طيب انا امتى بقى، امتى هستخدم الاوكسيلري وامتى هستخدم الاستراكشر؟ امتى هستخدم الاوكسيلري وامتى هستخدم الاستراكشر؟ بص من اسمها برضو كده، تعال نفهمها من الاخر، خلينا ماسكين الاسم ونفهم بيه. نمسح ده كده، كلمة structure يعني ايه؟ structure. طب structure يعني ايه اصلا؟ حد فيكم في الكلية درس ده structure؟ بلاش structural بالال، structure بقى بالار. structure بالار يعني ايه؟ هيكل. ايوه كلمة structure لوحدها يعني بناء، صح؟ او هيكلي، هيكل مش هيكل، هيكل خلاص، صح؟ مش ده يعني كلمة structure. طيب structural class عارف معناها ايه؟ لو ترجمتها كده، الكلاس اللي بتحط الاستراكشر بتاعك او بتحط البناء بتاعك، كلاس بتحط الهيكل بتاع الاوبجكت ده. عارف الهيكل بتاع الاوبجكت يعني ايه؟ يعني الحاجات الاساسيه اللي انت هتحطها في اوبجكت اللي انت بتبني عليه. زي ايه؟ لو انت خدت الكلاس بتاعت الهيومن دي كمثال، خلاص ممكن تاخد الكلاس بتاع الهيومن دي كمثال، حلو قوي. طب تعال ناخد ده كمثال، ممكن احط ايه اتريبيوتس في الكلاس بتاعت الهيومن دي لو انا هخليها ستراكشر؟ يعني لو جت الكلاس بتاع الهيومن دي لو انا هخليها ستراكشر هحط فيها ايه؟ ها احط فيها ايه؟ ممكن احط لك فيها ايه الحاجات الاساسيه؟ ايه الحاجات الاساسيه اللي ممكن احطها مع هيومن؟ ما خلاص ما اتحط قبل كده، صح؟ النوز مثلا، المناخير، الايه كمان، الودان، صح؟ خلي بالك النوز والودان بالنسبه لك هنا ممكن احط الايس كمان، بس خلي بالك انت في الاخر اللي هتحدد، انت في الاخر اللي هتحدد هل هم الزاميين ولا لا. يعني انت ممكن تيجي كده تقول له ان ده لازم يكون موجود، وده احتمال يكون موجود، وده برضه احتمال او لازم، انت اللي هتحدد بعد كده. فانا ما يهمنيش دلوقتي هل هي لازمه ولا لا، عشان ما حدش يفتكر
structural معناها لازم يكون الاتريبيوت ده موجود. لا يا بابا، structural يعني انا بوصف البنية الهيكلية الأساسية. طيب كلام جميل، هل الاتريبيوت ده لازم يكون موجود ولا لا؟ لا، انت اللي هتحدد بعد كده. خلاص، يبقى ما تفتكرش ان اي اتريبيوت جوه الاستراكشرال الزامي، ممكن يكون الزامي او لا، انا اللي هحدد. خلاص كده، طيب حلو جدا. ممكن اديله ايه كمان؟ ممكن اقول لك الراجل ده ايه كمان ممكن يكون عنده يا سيدي؟ بيقدر يشم ولا لا؟ خلاص، طيب لو انا خليت الكلاس دي بدل ما هي استراكشرال خليتها اوكسيلري، ممكن احط فيها ايه؟ يعني هي نفس الكلاس بس لو انا خليتها اوكسيلري مثلا ممكن احط فيها ايه؟ ممكن اقول لك لو هي اوكسيلري يا سيدي، الراجل ده بيشتغل ولا لا؟ انت يهمك قوي في الاوبجكت ده انه يكون بيشتغل ولا لا؟ طب ما هو ممكن يكون طالب، حاجه مش مهمه يعني، حاجه اضافيه، فاهم؟ حاجه اضافيه. طيب عنده عربية ولا لأ؟ كام واحد فينا عنده عربية؟ صح؟ يبقى سيادتك مارد ولا لأ؟ صح؟ مارد ولا لأ؟ حلو، ده أوبجكت برضه. طيب درجة أهمية الأتريبيوت هي اللي هتجبرك وأنت بتعمل الكلاس تختارها، هل هي أوكسيلاري ولا ستراكشرال؟ بالمناسبة كلمة أوكسيلاري يعني إضافية. اوكسيلاري عندك يعني اضافيه، صح؟ معنى اضافيه ان انا بزود فيها اتريبيوتس، بزود فيها اتريبيوتس بس. طيب يبقى لو انا كبني ادم دلوقتي بديزاين او بكتب كلاسز جديده، سهل اعملها ولا لا؟ ها، حد عنده اي مشاكل كده؟ حد عنده اي مشاكل؟ متاكدين الثلاث حاجات دول، ثلاث انواع كلاس دول لازم تكونوا عارفينهم كويس؟ لو حد واقع منه يوقفني. عادي يعني، خلاص اخر مره. حلو جدا، يا سلام. ثواني بس ساعه القعده دي. لو مثال تاني برضك عندك للتاكيد، اديك مثال تاني يا سيدي للتاكيد. زي ايه؟ تعال كده نمسح دول. اديك مثال تاني. تعالى اديك المثال ده. عندك شركة، خلاص سيادتك عندك شركة وعايز تبني كلاسز جديدة عشان تحدد العمال بتوع الشركة دول. بالمناسبة انا هحدد لك كمان ان سيادتك الشركة بتاعتك دي شركة هندسية، بلاش مثال حيوانات والطيور ده، انت شركة هندسة، شركة مقاولات. يلا ها، يلا ايه رأيك في الحكاية دي؟ حلو جدا. طيب دلوقتي انت شركة مقاولات، عندك كم نوع من، لا ده انت في عندك مشكلة دلوقتي. هي شركة المقاولات دي هل كل الموظفين اللي فيها مهندسين؟ ده اول سؤال تسأله لنفسك. ايه انواع الاوبجكتس اللي هتتخزن؟ دي اول حاجة. يبقى اول سؤال تسأله لنفسك، ايه الانواع بتاع الاوبجكتس نفسها؟ هل كلهم مهندسين؟ هقول لك لا، ده انت في عندك مهندسين، في عندك فنيين، وفي عندك عمال، وفي عندك اللي هم الاوفيس بويز اللي موجودين في الشركه، طبعا في عندك فئه المديرين وكلام من ده، بس هعتبر ان المديرين بتوعك كلهم مهندسين يعني. يعني خلينا في المثال البسيط، بلاش نعقد الموضوع. اقول لك عندك اتش ار وعندك كلام من ده، خلينا بابسط مثال ممكن. خلاص، حلو جدا. طيب كده الاوبجكتس هتحدد لك انواع الكلاس اللي موجوده عندك، دي اول حاجه. طيب ايه اللي عايز تخزنه عن كل اوبجكت فيهم؟ يعني بص عندك كده، حدد اول حاجه عندك انواع الاوبجكتس اللي هتتخزن. كمان هتخزن الاوبجكتس دول
الاوبجكتس اول ما تعرفهم هيطلعوا لك ايه انواع الكلاسز اللي موجوده. بس ده كده اول حاجه. طيب سيادتك ايه الاتريبيوتس اللي ممكن تخزنها بتاع الاوبجكتس؟ ايه الاتريبيوتس؟ عايز تخزن ايه المعلومات اللي عايز تخزنها؟ بياناتهم، اطوالهم، ارقام تليفوناتهم، متزوجين ولا لا، التخصص بتاعهم، معاهم بكالوريوس ولا لا، صح؟ كل دي اتريبيوتس عايز تخزنها عنهم. طيب بمجرد ما عرفت الاتريبيوتس هتقدر تحدد اكتر وهتبقى الدنيا واضحه بالنسبه لك اكتر عشان تطلع انواع الكلاسز. ليه؟ لان انت لما تعرف الاتريبيوتس هتشوف كم اتريبيوت مشترك ما بينهم، وبناء عليه هتبدا تحدد نوع الكلاس اللي هتعملها بشكل قاطع. هل هي structured ولا auxiliary ولا ايه؟ ولا abstract class؟ صح؟ صح ولا غلط؟ طيب تعال ناخد كده المثال دون وتعال نشتغل عليه. انت شركة هندسية عندك objects، ايه انواع ال objects اللي يكون موجود عندك؟ اولا ممكن يكون عندك مهندسين، ممكن يكون عندك technicians، ممكن يكون عندك workers عمال، ممكن يكون عندك اوفيس بويز او اوفيس وركرز. يعني كده عندك اربع انواع من الاوبجكتس كده، الحمد لله عرفنا. طيب كلام جميل. الاتريبيوتس اللي عايز اخزنها بقى عنهم، عن المهندسين، عن المهندسين انا عايز اخزن ايه؟ وليكن الاسم. طيب السن، الادرس، صح؟ وليكن كمان التليفون. بعد كده التخصص، او ممكن اقول لك ايه، بلاش التخصص دي عشان ما نتعبش نفسنا بقى اكتر ونزود الاتريبيوتس كتير قوي زياده عن اللزوم عشان اختصر الوقت النهارده، يعني احنا شغالين كده كتست. ممكن اقول لك الديجري بتاعتهم. ها ايه رايك؟ الديجري، ومجازا هخزن فيها التخصص بتاعه، البكالوريوس بقى، هو واخد بكالوريوس ولا واخد ماجستير ولا واخد دكتوراه، والتقدير بتاعه. يعني خليني كده اكتب الديجري دي، انا هعمل لها كده سينتاكس بيقول لك هل هو واخد ايه الشهاده العلميه اللي واخدها والتقدير بتاعها كام. ها الاثنين مع بعض كده وانجزت. طيب التكنيشنز هتخزن عنهم ايه؟ برضو وليكن برضو الاسم والسن والعنوان ورقم التليفون والديجري. هنا كمان هخزن وليكن لا هخزن هنا، بلاش ديان، هخزن عند التكنيشنز كمان الناشوناليتي. طب انا مش محتاج، هقول لك مثلا مش محتاج اخزنها عند المهندسين لان كل المهندسين بتوعي من نفس البلد. يبقى انا محتاج اخزن الناشوناليتي عند التكنيشنز وعند مين؟ وعند الوركرز الاثنين. بس الوركرز انا مش محتاج اخزن الدرجه العلميه بتاعتهم، خليك فاكر الحكايه دي. يبقى التكنيشنز والانجينيرز بيشيروا نفس الدرجه العلميه او بيشيروا نفس الاتريبيوت اللي هو بيوصف الدرجه العلميه، لكن الوركرز مش محتاج، الاوفيس بويز برضو مش محتاج. بس محتاج اخزن برضو عن الاوفيس بويز او الاوفيس وركرز مين كمان؟ الناشوناليتي، نفس الحكايه. طيب لو جيت ابص كده كلهم بيشيروا ايه؟ كلهم بيشيروا النيم، وكلهم بيشيروا الايدج، وكلهم بيشيروا الادرس، وكلهم بيشيروا ايه كمان؟ ورقم التليفون. طيب انت هتعمل كلاس تانية اسمها انجينيرز هتحط فيها، يبقى انت كده الاول مبدئيا هتعمل كلاس كده الاول هي ابستراكت كلاس وتسميها موظف. خلاص حلو، ايه رايك في الحكايه دي؟ بعد كده هتعمل كلاس تانية سميها مهندس، زود له عليه الدرجة العلمية. خلاص ماشي كده، وقول له ان المهندس ده بيورث موظف. ايه رأيك في الحكاية دي؟ اعمل كمان واحدة وليكن سميها مثلا وركر او عامل، وقول له ان عامل دي هي كمان بتورث موظف، لكن عامل في المرة دي هقول له الديجري هنا، هقول له ده لازم يكون موجود، بس مع العامل ميبي، او الديجري هنا احتمال يكون موجود. ايه كمان؟ هقول له ضيف لي كمان الناشوناليتي
ولازم اكون عارف جنسية العامل ده. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ ها صعبة؟ اتفهمت كده اللعبة؟ حلو قوي. ممكن اعمل بقى من عندي زيادة بقى، اروح جاي عامل، خلي بالك مهندس دي اوكسيلري ولا ستراكشرال كلاس؟ دي اوكسيلري ولا ستراكشرال؟ لا دي ستراكشرال ودي برضو ستراكشرال. انا ممكن اضيف من عندي بقى كده زيادة، خد يا عم انا هضيف لك واحدة اسمها اوكسيلري كلاس، خلاص، وهسميها وليكن اقول لك ايه، بيانات اخرى، واقول لك بيانات اخرى ده متزوج ولا لا، طيب عنده كار لايسنس ولا لا، ايه رايك؟ ماشي ينفع ولا لا؟ ده مثال بسيط جدا اهو، وخدت لك اتريبيوتس كده هبله قوي قوي يعني، يعني في الحقيقه بتستخدم اكتر من كده طبعا بكتير، يعني في الحقيقه اكيد بتستخدم اكتر من كده، وده ممكن الموضوع ممكن مفصل اكتر عن كده يعني، بس عشان نوفر، لان احنا في سيشن وبنوفر وقت يعني. فايه رايك في الحكايه دي؟ صعبه؟ لو اديتك دلوقتي اي مثال تقدر تفصصه وتعرف ايه انواع الاتريبيوتس اللي موجوده، ايه انواع الاول الاوبجكتس، وايه الاتريبيوتس اللي محتاجها، وبناء على انواع الاوبجكتس اللي هتتخزن وعلى الاتريبيوتس بتاعتها تقدر تحدد الكلاسز اللي هتبقى تستخدمها ونوع كل كلاس ايه. طب انهي كلاس بتنهرت مين؟ طب امتى استخدم الابستراكت كلاس، وامتى استخدم الاوكسيلري كلاس، وامتى استخدم الاستراكشرال كلاس؟ صعبه ولا سهله؟ ها كده سهل يا مسهل، حلو جدا. طيب ناخد بريك 5 دقايق عشان انا صوتي اتبح، وايه ونكمل بعد البريك ان شاء الله، ماشي كده؟ طيب نرجع تاني نكمل الكورس بتاعنا. طيب تعال بقى ايه، نبدا كده نبدا شويه كده في موضوع ال ال ديف ده. اتكلمنا على موضوع ال ديف قبل كده والسنتاكس بتاع ال داب، صح؟ بس قبل ما ابدا في حاجه بس صغيره خالص نسيت اقولها، هقول لكم عليها، افتكرتها كده وانا قاعد. احنا اتكلمنا النهارده على الاوبجكت كلاسز، صح؟ واحنا كنا شغالين كان قلنا الاوبجكت كلاس اللي موجوده عندك يا سيدي، كان في عندك منها 3 انواع وامتى استخدم كل واحده فيهم. بس في عندك قوي سبيشال كيس موجوده، في سبيشال كيس موجوده اللي هي ايه بالظبط؟ في عندك اوبجكت كلاس اوريدي اكزيست اصلا، دي موجوده من اول اوبن ال داب، او موجوده من اول ال داب فيرجن 3، خلاص، وهنتكلم ان شاء الله المره الجايه اللي بعدها على انواع ال داب الفيرجنز بتاعته اللي كانت موجوده ايه. يعني عندك ال داب فيرجن 3 اللي احنا شغال عليه دلوقتي حاليا، اللي شغال دلوقتي، في عندك اوبجكت كلاس، الاوبجكت كلاس اسمها اكستنسبل، معلش بقى يعني السبيلنج، اوبجكت اعتقد ان هي كده صح. يعني ايه موضوع الاكستنسبل اوبجكت ده؟ بص يا سيدي، انت حبيت تعمل اوبجكت وليكن اسمه هسميه محمد ماهر نصر، يوزر جديد عندك، اليوزر اي دي بتاعه اسمه محمد ماهر، عايز تضيف له بيانات زي الاسم والسن والعنوان ورقم التليفون ومش عارف وليكن مثلا ورقم رخصة العربية، كل دي بيانات عمال تضيفها له، صح؟ بس انت كان الراجل ده الاوبجكت ده بيورث عندك كلاس اسمها بيرسون، انت عندك كلاس اسمها بيرسون متعرف فيها شوية اتريبيوتس، وبيورث كمان كلاس اسمها هيومن مثلا. طيب دلوقتي انت كنت قايل له هنا عندك العنوان، عندك الادرس، عندك العنوان بتاع محمد ماهر، العنوان كان بيفرض عليك تحط رقم البوست اوفيس، وتحط اسم المنطقه، اسف مش اسم المنطقه، لما يعني الناس المحترمه في الدول المحترمه بيقسموا المناطق بارقام، خلاص خلاص، يبقى انت عندك بوستال كود وعندك الزون نمبر، وبعد الزون نمبر اسم الشارع بتاعك، او اسف رقم الشارع بتاعك الستريت نمبر. لكن المعلم ده للاسف اكتشفت ان هو قاعد في حي عشوائي وما ينفعش اخزن العنوان بتاعه بالشكل ده،
محمد ماهر ناصر ده قاعد في حته عشوائيه يا سيدي، ها مش عارف اخذ العنوان بالشكل ده، ما عندوش اصلا مكتب بريد، وما عندوش زون نمبر اساسا، وما عندوش سرير، وما عندوش بيت اصلا، ده هو قاعد في الشارع كده. طيب نعمل ايه في الحاله دي لو انا جيت ادخل له العنوان بتاعه؟ ايه اللي هيحصل؟ لان الاتريبيوت ده كان بيفرض سينتاكس معين هيرفض تماما، وهيقول لك لا مش عارف ادخل البيانات، انت بتهرج، ايه اللي انت بتدخله ده؟ طيب كان الحل للطريقه دي ان انت بتستخدم اوبجكت كلاس اللي احنا قلنا عليها اللي هي اسمها اكستنسبل اوبجكت دي. اكستنسبل اوبجكت دي بتمنع اي سنتاكس تشيكنج يحصل، بدل ما يروح يبص على السنتاكس بتاع الاتريبيوت، اسف بتاع بتاع الاتريبيوت بتاع الاوبجكت ده بيعمل ايه؟ بيمنع سنتاكس تشيكنج. بس خلي بالك حكايه ان انت تستخدم الاكستنسبل اوبجكت دي فيها خازوق كبير ما حصلش، اللي هو ايه؟ ان لو انت جيت النهارده استخدمت اكستنسبل اوبجكت مع محمد ماهر نصر، وجيت تاني يوم تعمل انتجريت مع الاكتف دايركتوري مثلا، او تنتجريت مع اي بي ام عامله برودكت، او وليكن رحت لسوزه وقلت لها انا عايز الدايركتوري سيرفر بتاعك ايا كان بقى الفندور، خلاص وقلت لهم انا هعمل انتجريت مع ريد هات دايركتوري سيرفر او 389 دايركتوري سيرفر مع الدايركتوري سيرفر الجديد اللي انا جايبه من الشركه دون، وجيت تنقل اليوزرز من مكان لمكان تاني او من دايركتوري لدايركتوري، او جيت تعمل سنكرونايزيشن، هيحصل عمليه فيل، مش هيقدر. ليه؟ لان الاتريبيوت اللي كان اسمه الادرس ده عند الشخص التاني واخد ايه؟ واخد ايه؟ واخد سنتاكس تشيكنج معين. فحاول بقدر الامكان تبتعد عن الاكستنسبل اوبجكت كلاس، خليك فاكر الحته دي، حاول بقدر الامكان تبعد عنها، خلاص. ليه؟ عشان لما تيجي تعمل انتجريشن. طيب ال ايه تاني بقى يا سيدي؟ مش فاكر انا قلت لكم عليها ولا لا. الحاجه التانيه، يعني الخازوق التاني الجديد اللي هو ايه؟ لما جت كل شركه تعمل امبلمنتيشن ال داب، راحت في شركات راحت عامله ديفاين لاتريبيوتس عندها هي بس، خلاص عملت كلاسز جديده وعملت اتريبيوتس جديده وحطت لها سنتاكس تشيكنج خاص بيها. فده واحد من الخوازيق اللي موجوده مع ال داب كبروتوكول، مش مع فيندور معين. يعني انا ممكن الاقي النهارده ريد هات عامله لك اتريبيوت مش موجود عند مايكروسوفت، او مايكروسوفت عامله اتريبيوت مش موجود عند اي بي ام، خلاص. طيب كلام جميل، نبدا بقى كده ايه، نبص على الحته الجديده بتاعتنا بتاع النهارده، وتعالى نتكلم على ال ال ديف كده. الموضوع كده هيبدا ياخد الكلام، ونبدا نتكلم بشكل عملي اكتر. يمكن المره الجايه مش هنمد ايدينا نظري تقريبا خالص، هيبقى كله معظمه عملي. ال ال ديف بقى ايه؟ ال ال ديف ده حد سمع الاسم ده قبل كده؟ ها حد سمع المصطلح ده قبل كده؟ ايوه، ال ديف ده اختصار ال داب انترتشينج فورمات. طبعا احنا عارفين ال داب، ال دي معناها ايه؟ اختصار لايت ويت دايركتوري اكسس بروتوكول. ال داب لوحده اختصار لايت ويت دايركتوري اكسس بروتوكول، صح؟ ودي عرفناه. طب ال ديف ال داب انترتشينج فورمات، بكل بساطه ملف، خلاص هخزن فيه الاوبجكتس الكلاسز، حتى او اسف الاوبجكتس والاتريبيوتس بتاعت كل اوبجكت، الاتريبيوت والاوبجكت، الاتريبيوت والاوبجكت، الاتريبيوت والاوبجكت، وهكذا، بحيث ان انا في اي وقت عايز اعمل اوبريشن على الاتريبيوت ده، او اوبريشن على الاسف على الاوبجكت ده، او على الانتري دي، ممكن اعملها عن طريق مين؟ عن طريق الفايل ده، خلاص. هو مش ملف فيه كل المستخدمين، لا 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 لا، ده ملف ممكن يكون فيه جزء من بيانات مستخدم، او اوبجكت كامل، معلومات كاملة عن اوبجكت. الملف ده هستخدمه عشان اعدل البيانات دي، ده باختصار شديد جدا ال ديف.
فالالدف دي طريقه صيغه بتسمح لي ان انا اسجل بيانات اوبجكت في ملف، وبعد كده استخدم الملف ده عشان اعمل عمليه مانيبيوليشن. عارفين مانيبيوليشن يعني ايه؟ عارفين مانيبيوليشن يعني ايه؟ يعني اوبريشن هعملها بشكل معين على اوبجكت، وليكن هاد اتريبيوت الاوبجكت، او هريت اتريبيوت، هعدل في اتريبيوت، او همسح اتريبيوت من اوبجكت. خلاص حلو جدا. يبقى هو ملف تكست، ملف تكست عادي جدا زي الباش سكريبت مثلا، ممكن تعتبره كده زي الباش سكريبت، ملف له سنتاكس محدد. ليه بقول لك هو زي الباش سكريبت؟ لان له سنتاكس محدد، مش اي حاجه تكتبها فيه كده والسلام، لا لازم تلتزم بالسنتاكس. خلاص يبقى ملف تكست له سنتاكس محدد بيسمح لك تقوم بعمليه معينه على الالداب داتابيز اللي موجوده عندك، سواء تضيف اوبجكت تمسح اوبجكت، تضيف اتريبيوت لاوبجكت تمسح اتريبيوت لاوبجكت، تعدل في اتريبيوت، خلاص تعدل اسم الاوبجكت نفسه، يعني عمليه معينه على جزء ما من الداتابيز بتاع الالداب. بس ده باختصار شديد جدا الالداب. صعبه صعبه. ها حلو قوي. تعال امسح ده ابدا تاني. خد عندك بقى يا سيدي متقسم ازاي. لو افترضت ان ده الالديف فايل بتاعك، ده ملف التكست بتاعك، هتخزن فيه الكلام بالشكل كالاتي. بص هو عباره عن ايه الاوبجكت، او اسف الملف ده هتلاقي فيه حاجه كده هنا ناحيه الشمال، بعد كده كولون، بعد كده حاجه ناحيه اليمين. خلاص ماشي. ايه اللي ناحيه الشمال؟ اللي ناحيه الشمال ده الاتريبيوت، بعد الاتريبيوت هتلاقي فيه نقطتين، وبعد النقطتين الفاليو بتاعته، الاتريبيوت والقيمه بتاعته، الاتريبيوت والقيمه بتاعته. ممكن اقول لك انا عندك اتريبيوت لون الشعر، والقيمه بتاعته بلاك، ايه رايك؟ ده ينفع كاتريبيوت؟ اه ينفع من غير اي مشاكل خالص، من غير اي مشاكل خالص، مش كده؟ ها طيب تعالى بقى كده ايه نقول لك شويه رولز تمشي عليها. تعالى امسح ده خالص، وتعالى بقى اقول لك ايه شويه رولز تمشي عليها بقى يا ريس. حضرتك دلوقتي فتحت ملف LDF، حضرتك دلوقتي فتحت ملف LDF. خلاص احنا قلنا اول رول عندك ان الكولون بيفصل ما بين الاتريبيوت والقيمه بتاعته، دي اول حاجه. تاني حاجة، تاني حاجة، لو السطر بيبدأ بهاش معناها ان هو كومنت. صعبة؟ اعتقد الناس كلها عارفة الحكاية دي، مش كده؟ طيب كلام جميل. لو السطر بيبدأ بسنجل سبيس، لو السطر بيبدأ بسنجل سبيس معناها ان هو تكملة لسطر كان قبله. خلاص مثال، مثال انت جيت عندك اوبجكت اسمه ستريت، او اسف خليها ادرس، ده اوبجكت بتاعك، والادرس ده كان بيتكتب كده البوست اوفيس، البوست اوفيس بتاعك 12131، الزوم بتاعتك 24 مثلا، الشارع بتاعك رقم 12، خلاص من الشارع الفرعي اللي اسمه وليكن اسميه ايه يا سيدي الشارع الفرعي بتاعك، الملك عبد الله، بما ان البلد كلها بقت سعوديه الايام دي. خلاص ايه تاني؟ رقم البيت بتاعك، رقم البيت بتاعك، او انت في عماره رقم 6 شقه رقم 3، ايه رايك في الحكايه دي؟ ده عنوان. بص العنوان ده لما جيت كتبته ايه اللي حصل له؟ اتفرق على سطرين. بص العنوان ده لما كتبته ايه اللي حصل له؟ اتفرق على سطرين، صح؟ حلو قوي. بص بما انه اتفرق على سطرين ينفع تكتب كده في سطر جديد لوحده؟ قال لك في الطبيعي ما ينفعش. طب انا عايزك تبدا اكمل العنوان، يبقى لازم في الاول كان يكون في ايه هنا؟ لازم يكون في سنجل سبيس. سنجل سبيس معناها ان ده تكمله لسطر كان قبله. سبيس هنا تكمله لسطر كان قبله. خلاص كده؟ طيب خد المعلومة الثالثة دي كمان، ولا المعلومة الرابعة. حضرتك بتكتب عنوان، أو آسف بلاش بتكتب عنوان،
انت بتكتب كلمة بس فيها سبيشال كاركتر، خلاص بتكتب جملة فيها سبيشال كاركتر. فاكرين السبيشال كاركتر علامته في اللينكس كانت ايه؟ السبيشال كاركتر كانت علامته ايه؟ الباك سلاش. يبقى لو لقيت باك سلاش هنا يبقى سبيشال كاركتر. صعبة؟ اعتقد دي بتهيألي واضحة جدا للناس، مفيش فيها اختراع. طيب ايه تاني يا سيدي؟ نعم زي هناك. ايه هناك ده بقى؟ طيب اعتقد دي الرولز الاساسية يعني تقريبا بقى. والله لو قابلتنا حاجة في السكة واحنا ماشيين يبقى نقولها برضو، ايه بس ده اللي انا فاكره والله دلوقتي. طيب تعالى كده ايه اقول لك بقى على اتريبيوتس هتشوفها كتيرة جدا وانت شغال، خلاص خصوصا ان معظم اللي انت هتشوفه وانت شغال في حياتك العملية هتلاقيه بيوصف ايه موظفين وبني ادمين وعملاء وحاجات من الحاجات اللي انت بتشوفها في الشغل طول النهار. من اشهر الاتريبيوتس اللي موجودة، من اشهر الاتريبيوتس اللي موجودة تعال كده اكلمك عليها. زي مثلا هتلاقي عندك اتريبيوت اسمه سي مثلا، لو لقيت سي دي معناها الكانتري، مش كده؟ طيب الاو دي معناها الاورجانيزيشن بتاعتك، من الاخر اسم الشركه اللي انت فيها، ايه رايك؟ طيب ايه كمان؟ الاو يو اسمها اورجانيزيشنال يونت، من الاخر القسم اللي انت موجود فيه. صعبه؟ صعبه؟ هتلاقي عندك اتريبيوت مثلا وليكن اسمه يو اي دي. اليو اي دي ده اختصار يوزر اي دي، بتهيألي واضحه جدا يعني مش فيها اختراع. عندك زي ما الراجل ده كاتب سي ام، سي ام ده اختصار لكومن نيم. بالمناسبه انت وانت بتدخل اسم الموظف، يعني سيب ده كده ثواني، بتدخل اسم الموظف، انت مش الموظف بيكون له كده، انت بتقول له ايه؟ انا عندي موظف اسمه محمد ماهر والاسم واليو اي دي بتاعه ام ماهر. في الحالة دي ده هيكون ايه؟ ده هيكون ايه؟ ده اليو اي دي. طيب ده هيكون ايه؟ ده السي ان بتاعه، خلاص؟ طيب في بعض ال LDAP implementations بيقول لك يا سيدي السي ان ده انا بحب افصله اخليه جزئين، فممكن يقول لك ال سي ان ده انا ممكن اخليه اس نيم، خلاص ممكن يفصله هنا كده اللي هو الفيرست نيم واللاست نيم، في ناس بيحبوا يفصلوه بس يعني مش تفرق معاك كتير. معظم الامبلمنتيشنز هتلاقي السي ان ده هو الاشهر، يعني في ناس بيحاولوا يفصلوه، في امبلمنتيشنز ال ده بتحاول تفصله ايه الفيرست نيم وايه اللاست نيم، ده لوحده وده لوحده، خلاص بس السي ان اشهرهم يعني. طيب في عندك اتريبيوت مثلا اسمه ميل، ده هتلاقي فيه ايه؟ الميل اكاونت، اسم الميل بتاع الراجل ده، تالي واضح جدا يعني. هتلاقي فيه عندك تايتل مثلا، المسمى الوظيفي بتاعه، خلاص وليكن مثلا الراجل ده عباره عن انجينير، مش كده؟ طيب ممكن يكون عندك اتريبيوت من اشهرهم برضو حاجه اسمها البوستال ادرس، والبوستال ادرس ده من اسمه يعني رقم البوستة بتاعه، صح؟ صعبة ولا لأ؟ ها طيب ايه كمان؟ ايه كمان يا سيدي؟ ممكن تلاقي عندك كمان التليفون نمبر، رقم التليفون، خلاص ماشي كده. طيب تعالى كمان اقول لك بقى، سيبك من ده بقى كله كده، امسح ده بقى كله، وتعالى اقول لك على حاجة مهمة جدا.
عشان يبقى احنا ايه بننجز النهارده جزء حلو. ايه؟ بص يا سيدي، انت اي اوبجكت عندك ايا كان الاوبجكت دون لازم يكون يونيك، ماشي؟ خليك فاكر المعلومه دي. اي اوبجكت عندك مهما كان ايا كان في الدايركتوري بتاعك لازم يكون يونيك. يعني ايه؟ يعني الاوبجكت ده ما يكونش فيه اوبجكت بنفس اسمه. طيب السؤال بقى، لو انا عندي، دايركتوري سيرفر متقسم بالمنظر ده، انا عندي دايركتوري سيرفر، او انا شركه، بلاش انا عندي دايركتوري سيرفر، انا شركه يا سيدي ليها فرعين، واحد موجود في مصر والتاني موجود في السعوديه. الاتنين دول خلي بالك، خليك فاكر، الاتنين دول عبارة عن فرعين لشركة واحدة، خلاص؟ الراجل هنا في الشركة دي اكتشفت ان عندي موظف اسمه محمد احمد علي، واكتشفت ان عندي موظف تاني في فرع تاني اسمه محمد احمد علي، ايه رايك؟ انا شركه واحده، خلي بالك احنا الاثنين ده الفرع بتاع الشركه، خليك فاكر الحكايه دي، ماشي؟ وده فرع تاني، ماشي؟ طيب في الحاله دي ينفع يكون عندي كومن نيم اسمه محمد احمد علي في الشركه وكومن نيم بنفس الاسم في الشركه؟ ينفع؟ ده سؤال مطروح ليكم، يعني ينفع ولا لا؟ طب ازاي؟ انت مش لسه قايل لي من شويه ان نفس الاوبجكت ما ينفعش يتكرر؟ اليو اي دي بتاعه والله واحد بيقول لي اليو اي دي بتاعه مختلف، ده هيكون له يو اي دي مثلا وليكن محمد احمد علي، وده اللي هيكون له اي دي محمد احمد. والله كلامك اليو اي دي ولا هيفرق؟ تصدق دي فكرة، بس هو صح هيفرق بالحالة دي، في الحالة دي هيفرق، بس انت عارف الخازوق في ايه؟ الخازوق وانت لما بتيجي تبعت رسالة للشخص ده، مثلا انت جيت حبيت تبعت رسالة للشخص ده، خلاص؟ ايوه، انت بتبعت، بتيجي تعمل سيرش كده في ال ده هيجيب لك الاثنين بنفس الاسم، هيجيب لك الاثنين بنفس الاسم، صح؟ طيب يبقى انت في عندك حالات كده هتحيرك جدا، يعني هقول لك ايه. ايوه هو ده بقى اللي انا عايزه، في عندك حالات كده هتحيرك، هو ينفع اتنين موظفين ليهم نفس الاسم فرعين مختلفين؟ هقول لك، ما هو ثانيه واحده، بس انت بتقول لي ليهم اسمين، الاسمين شبه بعض، بس انت قلت ايه؟ في فرعين مختلفين، صح؟ هو انا كده لما انا اجي اسمي الاوبجكت ده هيتسمى ازاي؟ لما انا اجي اسمي الاوبجكت ده بالله عليك كده ممكن اقول لك كده، انا هسميه بالمنظر ده يا سيدي، الكومن نيم بتاعه اسمه محمد احمد علي، الاثنين محمد احمد علي، الاثنين بنفس الكومن نيم، خلاص؟ طبعا يعني هو الاسم الكبير بس انا اختصرته هنا عشان بس ايه نوفر الوقت. ايه كمان؟ خلي بالك الراجل ده في انهي فرع؟ ها الراجل ده في انهي فرع؟ انت قصدك على انهي واحد بقى؟ هو ده السؤال يا ريس، قصدك على انهي واحد اللي في انهي فرع؟ بالظبط هو ده اللي هيفرق معاك، يبقى هنا اسم الفرع ده اللي طلع مختلف معاك، صح؟
لكن في الاخر كلهم جزء من الشركة بتاعتك. خلاص الاورجانيزيشن بتاعتك اللي هي اسمها وليكن مصطفى دوت كوم. مش كده؟ طيب بالمناسبة بقى، عشان تقعد كده هيدخلنا الموضوع تاني قبل ما اخش فيه، عشان بس يعني اجيبها لك بشكل فني. قبل ما اقول لك على الحتة دي، انا هعيدها تاني حالا اهو، انا هعيدها لك تاني بس بشكل اوضح. يعني احنا قلنا نسينا نقول على اسم اوبجكت هتشوفه كتير قوي اسمه دي سي. خلاص وهتشوف الاسم ده كتير جدا. دي سي اللي هو دومين كومبوننت، جزء من الدومين بتاعك. خلاص يعني لو انت عندك شركه وليكن الشركه دي ليها فرع في مصر، ممكن اقول له الدي سي بتاعك بتاع مصر والدومين كومبوننت بتاعك بتاع كي اس اي. يبقى انا كده قسمت الشركه دي لفرع في مصر وفرع في الكي اس اي. خلاص مش كده؟ يبقى لو انت عايز تقسم الشركه لاكتر، اللي هو بتقسمها دومين كومبوننت يعني جزء من الدومين، جزء من الشركه دي، مش كده؟ طيب تعديك مثال بقى على انا قلته دون. بص كده تعالى ارسمها في شكل هرمي عشان تبان اللي انا قصدي عليه. تعالى ارسمها لك بشكل هرمي. احنا قلنا هنبدا عندك بايه؟ الشركه بتاعتك يا سيدي وليكن هيبقى اسمها اسميها ايه؟ وليكن انتربرايز كونسلتنج، انتربرايز كونسلتنج كومباني. دي الشركه بتاعتك. خلاص الشركة دي هيطلع لي منها اتنين دي سي، الدي سي بتاعك اسمه اي جي والدي سي التاني اسمه كي اس اي. الدي سي بتاع اي جي دون هيطلع لي منه اورجانيزيشنال يونت هسميها مثلا انجينيرز، وهيطلع لي منه اورجانيزيشنال يونت تانية هسميها مثلا تكنيشنز، ودي نفس الحكاية هيطلع لي منها او يو هسميها انجينيرز، واحدة تانية هسميها اسم تاني. انجينيرز ده يطلع لي منها سي ان اللي هو مين؟ محمد احمد علي. ودي برضو هيطلع لي منها مين؟ محمد سي ان محمد احمد علي. بص كده السي ان عند الاتنين واحد، لكن بص ايه اللي اختلف هنا، وده برضو انجينير وده انجينير، بس بص في الدومين كومبوننت هنا والدومين كومبوننت هنا ايه اللي حصل له؟ مختلف. يبقى انا لو قلت لك امسك لي الطريق ده لحد الشركة فوق ينفع؟ والطريق ده ينفع هو كمان؟ بص كده هل تقدر دلوقتي تفرق لي بين الاثنين؟ هل تقدر دلوقتي تفرق لي بين ده وبين ده؟ الموظف اللي في الشركه ده اللي له اسم كذا او له اسم اكس، وموظف تاني له اسمه اكس بس ده في فرع وده في فرع. ايوه انت عارف الاسم المميز ده، الاسم كامل، الاسم كامل من اول السي ان بعد كده الاو يو بعد كده الدي سي لحد الاورجانيزيشن بتاعتك نفسها، انت عارف ان الاسم ده بيكون اسمه دي ان. دي ان ده اختصار distinguished name. عارف distinguished name يعني ايه؟ يعني الاسم المميز. الاسم المميز لو خدته بالكامل عمره ما يتطابق مع اسم مميز تاني. من اسمه اسم مميز ليه؟ لانه بيميز الاوبجكت ده، عمر ما يكون في اوبجكت تاني مع نفس الاسم بالكامل. خلاص خليك فاكر الحكايه دي. طيب الديستنجوش نيم ينفع يتكرر في الدايركتري بتاعتك بالكامل؟ لا ما ينفعش، انسى مستحيل. طيب خد عندك المعلومه التانيه، في عندك مصطلح تاني اسمه الار دي ان. عارف الار دي ان ده اختصار لايه؟ الريلاتيف ديستنجويشد نيم. حد فيكم فاكر الابسوليوت باث والريلاتيف باث؟ حد فيكم فاكر الاثنين؟ الابسوليوت باث كان عباره عن ايه؟
الاسم من الاول للاخر، من اول سلاش لحد ما اوصل الملف اللي انا عايزه. طب الريلاتيف باث كان عباره عن ايه؟ الباث ريلاتيف للاوبجكت اللي انا موجود عنده، او ريليتد لمين؟ للاوبجكت اللي انا موجود عنده. طب الار دي ان، الار دي ان هنا هو عباره عن ايه؟ الار دي ان، لو قلت لك، لو قلت لك ان الدي ان بتاعي دلوقتي هو الاورجنايزيشن هنا، وصلت لحد الاو يو دي ان، ده الدي ان، اسف ده الدي ان. طيب نعم، النيم ريليتد للدي ان. ايوه بالظبط، الار دي ان هو تكمله الاسم من مكان معين، التكمله اللي هوصل لها عشان، او التكمله اللي هستخدمها عشان اوصل للاوبجكت من مكان معين. حلوه. طيب تعالى كده نمسح ده واديك مثال عليها اوضح. بص يا سيدي كده عندك، بص وليكن انت عندك اورجانيزيشن اسمها كونسلتنج كومباني، ده الاو بتاعتك الاورجانيزيشن، تحت منها، تحت منها او يو سميتها اي جي، او اسف سميت تحت منها دي سي سميتها اي جي، تحت منها او يو سميتها انجينيرز. لو قلت لك ان ده الديستنجوشد نيم بتاعك، طيب لو انت عايز تشاور على اوبجكت تحته الار دي ده، اسف ده ال اوبجكت عندك سميته سي ان، سميته محمد احمد علي. بص ده الاوبجكت كامل، ده اسمه ايه الاوبجكت ده كامل كده؟ ده اسمه الدي ان. خلاص كده. طيب الار دي ان عندك هي ايه بقى؟ الار دي ان عندك هي ايه؟ الار دي ان عندك اهي الاسم من فوق لحد ما وصلت للحته دي، ايه رايك؟ ها لو قلت لك طلع لي الدي ان تعرف تطلعه؟ يا جدعان الناس نامت ولا ايه؟ محمد ماهر سهلة وربنا، متأكد من الحكاية دي؟ مع ان انا مش متأكد من الحكاية دي بالنسبة لك خالص. ماشي. طيب لو قلت لك دلوقتي، لو قلت لك دلوقتي ان الدايركتوري دي بتاعتي، لو قلت لك دلوقتي الدايركتوري دي بتاعتي، تعال نصغر دي كده سنه، حلو قوي، دي الدايركتوري بتاعتي، بدات من اول كونسلتنج كومباني، دي الدي سي بتاعها اي جي، وبعد كده الاو يو انجينيرز. لو قلت لك هنا اقولها ولا اخليها لبكره؟ لا انا ما نمتش، انا بحاول اجيب لكم مثال بس هيدخلنا في سكه تانية، هيدخلنا في سكه طويله. لا اعتقد بكره صح، لان لو طولنا اكتر من كده هتموتوا. طيب نكمل بكره عشان ما عشان يعني عارف ان انا لو قلتها انا كده كده غصب عني ادخل في سكه تانية، وهضطر ادي امثله وتتكتب فخليها لبكره بقى، خليها لبكره مش كده؟ اعتقد بكره هناخد شويه نظري في الاول، وبعد كده هنقلب عملي خلاص، من اول من هنا وجاي تقريبا معظم اللي هناخده عملي. معلش انا طولت عليكم في النظري، بس في اساسيات كده لازم تفهمها في ال داب، يعني في اساسيات في كونسبتس لازم تفهمها بشكل محترم. يعني تخيل احنا اتكلمنا دلوقتي على موضوع السكيما، واتكلمنا على موضوع الكلاسز، واتكلمنا على معظم او الانواع الاوبجكتس اللي هتشوفها وانت شغال، اسف انواع الاتريبيوتس، معظم انواع الاتريبيوتس اللي هتشوفها وانت شغال. خلاص اتكلمنا على الايه تاني، ايه تاني اللي احنا خدناه؟ عملنا انستول بسيط مبسط كده بسرعه عشان لما نيجي نجرب بكره او بعده، يعني خلصنا جزء حلو. انت عارف اللي احنا خلصناه دون
ده يعني ده اساسيات يعني. في نفس الوقت ده ما يقلش عن 25% من الكورس، ده اللي هيفيدنا بعد كده قدام. ليه؟ لان تخيل لو انا جيت قلت لك النهارده، لو انا جيت كنت دخلت معاك كده وقلت لك يلا يا عم يلا اعمل انستول ويلا اعمل لي سيرش على ال داب دايركتوري ديت، سطب واعمل سيرش على ال داب وضيف لي مستخدم وامسح مستخدم، حلو جدا، اد وريموف مستخدمين واد وريموف انتريز. لو جيت اقول لك اعمل لي ال ديف فايل واستخدمه عشان تتعامل مع 100 مستخدم، ولا كنت هتعرف، ولا كنت هتعرف تكتب كلمه. تخيل لو كان طلع لك ايرور كنت هتفهمه ازاي؟ لو جه قال لك ان الدي ان ده مش موجود او السي ان ده مش موجود او الاوبجكت ده مش موجود، ولا كنت هتفهم. فمعلش انا طولت وتقلت في الحته دي عشان بس تكون فاهم اللي بيحصل، خصوصا ان ان شاء الله لو كان لو عشنا وكان لنا عمر وكان لنا وقت هعمل لك كده سكريبت او هوريك نعمل سكريبت ازاي انقل المستخدمين من اللوكال ماشين انقلهم جوه ال داب. فتخيل لو انت عندك على السيستم 100 مستخدم 100 يوزر، خلاص، وال 100 مستخدم دول موجودين في 100 جروب، وحبيت تنقلهم من لوكال لل داب، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انا عارف انت هتعملها، هتخش على جوجل وهتجيب السكريبت وتنقلها. على فكره الاوبن ال داب، اوبن ال داب معاه سكريبت جاهزه بتعمل لك الكلام ده، خلاص موضوع مش اختراع، ما تقلقش يعني. ماشي كده؟ طيب ماشي، اشوفكم بقى المره الجايه ان شاء الله، وايه، وتصبحوا على خير، السلام عليكم.